أولى من مباراة الأهلي وهجر أو هجر والأهلي، والتي انتهت بفوز الأهلي بصعوبة نوعا ما على هجر بهدفين دون مقابل. نتابع أهداف المباراة. يعني البحث عن الهدف في مباراة اليوم للنادي الأهلي صعوبة بالغة. كاماتشو يصوب جول! الله على هذه الكرة، الله على هذه الكرة من كاماتشو. كاماتشو يرسل كرة، وبالتالي نقول الجمهور الأهلي يعزف على الوتر ويغني أحلى نغم، يغني أحلى نغم مع هذه الكرة. الآن يأتي بهدف آخر كاماتشو، أم ماذا يا ترى؟ إذا كاماتشو يلعب ناحية المرمى، جول! يا الله يا كاماتشو، شو اللي تسويه؟ تبقى دايم خطير وابداعك كبير. هذا انت يا رهيب، يا الله يا كاماتشو، خطير يا ولد، يا ولد يا كاماتشو، يا لعيب يا لعيب. عطني صورة من متابعتك بختال لهذه